زميل صلاح مباشرة من داخل مطار الحديدة. يعني صلاح، التطورات في الداخل هي يعني السيطرة على أجزاء واسعة وبدأ عملية التطهير كما كنت تفيدنا الآن. على برج المطار حتى، ليس لا نتحدث الآن على المدرجة، القوات دخلت برج المطار وماجي المطار، لكن هناك تجاوز شديد حدثت في المكان وضعت قوات لإخلاء بعض المنطقة التي تم تفجيرها، والآن هناك مجاميع حوثية محاصرة في بعض المباني المطار، وهناك اشتباكات شديدة جدا في الجهة المطار. الراقب دخلت قبل قليل إلى برج المطار ومعظم مباني المطار. نعم. إذن كما أفادنا الزميل صلاح بن لغبر، هنالك اشتباكات شديدة جدا داخل مطار الحديدة، تمت السيطرة على برج المطار، هو برج التحكم، ما يعني يعني السيطرة على كل العمليات داخل مطار الحديدة الدولي. أيضا كما أشار إلينا أفادنا صلاح بأنه تمت السيطرة أيضا على أبنية واسعة وأبنية هامة جدا. صلاح، ماذا عن تفكيك الألغام التي كان زرعتها الميليشيات الحوثية عند مدخل المطار بعد التقدم باتجاه البرج وأيضا المباني؟ كما قلت لك، وقفنا وخلف القوات رأينا انفجارات شديدة في مدخل المطار، لكن يبدو أن الفرق الألغام تعاملت معها، ذلك ما استنتجناه لأن القوات دخلت بعد ذلك بأعداد كبيرة إلى داخل المطار واشتبكت مع الحوثيين داخل المطار واستولت على المباني. لكن كما قلت لك سابقا، هناك انفجارات في عدد من المباني يبدو أنه تم تفخيخها بعبوات ناشفة كبيرة، هناك انفجارات كبيرة جدا حصلت قبل أن يهرب الحوثيين إلى بعض المباني، حيث يتم الآن الاشتباك معهم في بعض هذه المباني، ربما تسمعون الآن الاشتباكات. لكن المؤكد أن القوات المقاومة دخلت حتى الآن إلى برج المطار والمباني الرئيسية فيه. هذه القوات أيضا الراجلة مسنودة بطيران جوي أيضا يستهدف هذه المواقع لميليشيات الحوثي داخل المطار وداخل المباني التي كانوا يتحصنون فيها. نعم، طيران مستمر يعني منذ فجر اليوم وحتى هذه اللحظة، الطيران يقصف الحوثيين ويلاحقهم، حتى من فروا من المطار باتجاه بعض المباني الشمال المطار تم استهدافهم بضربات جوية. الآن ربما تسمعون طيران محل بأعداد كثيرة، يعني هناك طائرات الأباتشي وهناك طائرات مقاتلة 16، والاستهداف للحوثيين في عديد من المناطق. يحاول الحوثيون استدراج بعض القوات إلى داخل الأحياء السكنية داخل مدينة الحديدة بهدف تحييد الطيران واستخدام المدنيين كزرع بشرية، لكن القوات تركز حاليا على شمال أو على غرب المدينة حيث طريق الكورنيش وعلى الاتجاه باتجاه كيل 16، بينما القوات الرئيسية اقتحمت المطار. نعم. أيضا في عملية تطهير الأبنية تمت السيطرة أيضا صلاح على المدرجات التي القريبة من المنطقة البحرية، وأيضا هذه المدرجات كانت تستخدمها ميليشيات الحوثي لإطلاق، كانت تزرع المدفعية هناك لإطلاق ربما أيضا هذه الصواريخ واستهداف المدنيين في المدينة، وربما هذا ما حصل أيضا صباح هذا اليوم. نعم، تم السيطرة على المواقع التي المقاومة لم تدخل فقط من البوابات ودخلت مدرجات المطار، والمدرج الآن تحت سيطرة نارية سواء من البرج، لكن القوات المقاومة دخلت من عدة أماكن المطار. القوة الرئيسية دخلت من البوابة الرئيسية للمطار، الاشتباكات لا زالت مستمرة الآن شمال المطار وفي بعض الجيوب في بعض المباني الصغيرة، لكن المباني الرئيسية تم السيطرة عليها، وحتى المنطقة التي تحد المطار من الجهة الغربية باتجاه الكورنيش معظمها الآن في يد المقاومة أو تحت رحمة نيران الطائرات الأباتشي والطائرات المقاتلة. الميليشيات الحوثية كانت يعني أيضا استقدمت إلى الجهة الشمالية من المطار اللي تحصل فيها الاشتباكات الآن تعزيزات بالأمس، بعد يعني أن كانت دخلت القوات المشتركة من الجهة الجنوبية للمباني وأيضا للمدرج. نعم، بس لدينا معلومات يعني كافية عن هذه التعزيزات، لكن من المؤكد أن الحوثيين خلال الأيام الماضية سجلوا بتعزيزات من صنعاء
ومن عمران ومن محويت ومن كل مكان، وأتحدث عن قوات كثيرة داخل المدينة، لكن من الواضح أنهم غير قادرين على المواجهة، وهذا ما حصل خلال الأيام الماضية. يعني المعادلة العسكرية هنا تختلف عن أي معركة، الحوثيون لا يواجهون القوات وجها لوجه أو حتى يقاتلون بشكل، هم يستخدمون إما القوات الناسفة أو حرب الأصابات أو إطلاق قذائف الهاون أو القناصة ثم الفرار، يعني يتمركزون في بعض المباني، لكن كمواجهة عسكرية الغربة واضحة جدا لقوات العمالقة. إذا قوات العمالقة هي التي تسيطر الآن على هذه المباني وعلى برج المطار أيضا. يعني في تفصيلات هذه المعركة، أي قوات أيضا تدعم قوات العمالقة صلاح الآن؟ نعم، قوات العمالقة بالتحديد اللواء الأول واللواء الثاني واللواء الثالث هي التي اقتحمت المطار والطريق الغربي والطريق المؤدي إلى دوار الكيلو 16. هناك أيضا ثلاثة ألوية من العمالقة تقف في الطريق وتؤمن الطرقات وطرق الإمداد. هناك أيضا بعض من الألوية من المقاومة التحامية تساند هذه القوات في المؤخرة، يعني في الطريق وفي تأمين بعض المزارع. لكن القوات الرئيسية التي اقتحمت المطار والتي اقتحمت مدينة الحديدة هي قوات العمالقة الجنوبية. نعم طبعا، سنتابع مع الزميل صلاح بن لغبر من داخل مطار الحديدة كل التطورات.